شهدت شوارع المملكة اليوم أمطار الخير المبشرة بموسم شتوي مفعم بالأمطار، فقد شهدت جميع مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين هطول كميات كبيرة من الأمطار شملت المدن والقرى. الزميل يحيى العمري جال بعض شوارع المحافظة الجنوبية وعاد بهذا التقرير. بمجرد أن لاحت بوادر الشتاء وشوارع البحرين بدت زاهية وكأنما كل شيء يبتسم، فها هو الموسم المرتقب يقود غيوم الخير فوق سماء المملكة مكللة بالخيرات، بدأت برذاذ ورشرشة مع رائحة عبقة إلى أن انشق الغيم وانسكب المطر وسال يروي الأرض يحيي فيها الانتعاش من جديد. نفحات الرحمة هذه تبشر بموسم شتوي رائع، مرسلاته تتوالى عرفة، تارة تهدأ وتارة تعصف عصفا معلنة إقبال غيمة مثقلة بالماء والبرد معا مع سحر جو المطر. فمن يزور منطقة الصخير جنوب المملكة يتمتع برؤية هذه السهول تشق طريقها بين الأودية مشاغبة الأرض لتطلق العنان لساحاتها الذابلة لأن تجدد ثوبها وترتدي الأخضر البراق لتجدد كل خيرات أرضها مفرجة عن ملامح موسم الفقع المنتظر، مزهية موسم التخييم، مضفية إحساس الدفء في ربوع المملكة. ها هو المطر يهرب منه البعض ليرتقبه من بعيد، وينتظره البعض ليهرب إليه، ولكنه يبقى برونقه متربعا ببريقه مجددا للأمل مؤكدا بأنه نعمة من الله وسقيا للعالمين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.